دلوقتي نروح لكلمة سر تانية مهمة عن تنسية شباب الأحزاب والسياسيين، الكيان السياسي المهم الحقيقة. التنسية بتعمل صالونات سياسية وثقافية موجودة في مجالات كتيرة، في كل المجالات تقريبا، بتتحرك في كل المحافظات، بتعمل لقاءات شعبية، بتلتقي كمان مع القيادات، بتسمع لهم، بتحاورهم في كل الملفات تقريبا. تعالوا نشوف التقرير ده عن الصالونات اللي عملتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. سياسة بمفهوم جديد، شعار رفعه كيان سياسي ورغم حداثة نشأته، حيث أنه لم يتجاوز عمره ال5 سنوات إلا أنه استطاع أن يحدث حراكا كبيرا في الشارع السياسي المصري. هذا الكيان هو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتي أعلن تأسيسها في إبريل عام 2018، وذلك عقب دعوة السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتنمية الحياة السياسية، ودشنت التنسيقية لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية. منذ هذا التاريخ وتكتسب التنسيقية يوما بعد الآخر ثقة الشارع المصري، خاصة أن أعضاؤها يجوبون المحروسة شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، يناقشون كافة الملفات، يستمعون لكافة الآراء، يطرحون المبادرات التي تهم المواطن البسيط. وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها ضمن أجندة الحوار الوطني. هذا فضلا عن إطلاقها لعدد من ورش العمل والتي تناقش مختلف القضايا بكل شفافية من خلال تقبل الرأي والرأي الآخر، لأن الجميع هنا يجتمع على هدف واحد وهو الوطن. ومن بين ورش العمل التي طرحتها التنسيقية ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية، وتناولت الورشة عدة محاور منها أسباب ونتائج التفكك الأسري ومدى استغلال البعض ثغرات قانون الأحوال الشخصية، مع وضع تصور حول آلية القيام بحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية وأهم نقاط الخلافية بالقانون وتعديلاتها، وكذا ورشة عمل حول إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وأخرى ناقشت قضية الزيادة السكانية. وتخرج ورش عمل التنسيقية بعدد من المحاور التي يتم التنسيق بعدها لوضعها على مائدة القيادة السياسية من أجل الوصول لحلول تخدم المواطن المصري وتيسر حياته. أما صالونات التنسيقية فهي فكرة استطاعت في وقت وجيز أن تعيد إحياء الصالونات الثقافية والسياسية في مصر من جديد، حيث دشنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سلسلة متواصلة من الصالونات يحضرها متخصصون في شتى المجالات، تجد بها على نفس المائدة الرأي والرأي الآخر، وناقشت تلك الصالونات المسؤولية المجتمعية للشركات والتعليم الأساسي وكادر المعلم، كما ألقت نظرة على أوضاع التربية في مصر والكثير من القضايا الأخرى، بهدف الخروج بتوصيات ونتائج تنفذ على أرض الواقع.